السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اصدقائي، قبل اي شيء عليكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. وزارة الصحة تحدد الفئات المستثناة من اجور الضمان الصحي. اعلنت وزارة الصحة عن تفاصيل تطبيق قانون الضمان الصحي فيما حددت المشمولين بالقانون والمبالغ المستوفاة من الراتب والمستثنين من استيفاء المبالغ. وقال الوكيل الاداري للوزارة توفيق وليد في تصريح ان قانونا عملاقا مثل قانون الضمان الصحي بما يتضمنه من خدمات صحية تكون متميزة لجميع العراقيين من دون استثناء يحتاج إلى وقت وإلى تهيئة واستفادة من خبرات الدول المجاورة لغرض النهوض بالواقع الصحي. وأضاف وليد أنه تم تأسيس هيئة الضمان الصحي وهي حاليا مرتبطة بوزارة الصحة وفيها مجلس إدارة مسؤول عن تنظيم عملها برئاسة وزير الصحة وأعضاء من الوزارات المعنية مثل المالية والعمل والتخطيط وممثلون من النقابات يحضرون اجتماعات مجلس الهيئة، وهذه يجب أن تكون نافذة من الأول من آب الماضي. وتم عقد أول اجتماع لمجلس الإدارة وتم إقرار الخطة المستقبلية، وتابع أن الخطة الحالية فيها معوقات ومشاكل لأن وزارة الصحة عليها معالجة مرضى كورونا وكل الأمراض إضافة إلى أعمالها الحالية. وتنفيذ الضمان يحتاج في البداية إلى تسديد يشمل الموظفين من الدرجات الأقل إلى الدرجات الخاصة. وأشار وليد إلى أنه توجد خدمات مجانية لأن الضمان الصحي ليس جمعية يقوم على استيفاء الأجور، فمثلا يستثنى منه مرضى السرطان والمصابون بالأمراض النفسية والعقلية وأمراض الدم الوراثية وعجز الكلى والعقل وقع الذهني ومعاقي الأجهزة الأمنية بأصنافها كافة، والذكور غير الموظفين ممن تجاوزت أعمارهم 60 سنة، والأناث غير الموظفات ممن تجاوزت أعمارهن 55 سنة، والأطفال دون سن الخامسة. وبين أنه في الدرجات الخاصة يستوفي 2.5 من الراتب الكلي لموظفي الدولة الآخرين، ومن يقابلهم في القطاع الخاص 1% من الراتب الكلي، ويعفى منه المصابون بالأمراض المستثنات. ونوه بأن هذا البدل الشهري إذا كان أحد الزوجين غير موظف فيكون مشمولا بالضمان إذا كان الآخر موظف، والأطفال لغاية 21 سنة والمستمرين بالدراسة لغاية 24 سنة، والبنات العازبات والنساء المطلقات والأرامل من غير الموظفات. في خبر ذي صلة، وزارة الصحة تضع 3 شروط قبل منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا. وضعت وزارة الصحة والبيئة 3 شروط من الواجب توفرها قبل التطعيم بجرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا. أوضح مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الأمير في تصريح خاص أنه لم يتحدد بعد موضوع الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، وأنه يجب تحقيق 3 أمور مهمة قبل إعطاء الجرعة الثالثة. أولهما اتباع رأي منظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص. وأضاف عبد الأمير أن الأمر الثاني يتعلق بتحقيق نسبة عالية من المتطعمين بين المجتمع، لأن من غير المعقول إعطاء الجرعة الثالثة في حين لم يأخذ كثير من المواطنين الجرعة الأولى. وأشار إلى أن الأمر الثالث هو تحقق نسبة التلقيح 80% من المجتمع، مبينا أن وزارة الصحة لم تحقق حتى الآن سوى نسبة تطعيم تتراوح ما بين 10% إلى 15%. ورأى خبراء في منظمة الصحة العالمية ووكالة الأغذية والعقاقير الأمريكية في وقت سابق أن إعطاء جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكل السكان غير مبرر. وطالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس بتأهيل جرعات لقاح كوفيد-19 التنشيطية، مشيرا إلى أن الأولوية ينبغي أن تكون لزيادة معدلات التطعيم في الدول التي تم تطعيم 1 أو 2% فقط من سكانها.